شو رأيك تحكي بسم الله قبل ما توكل؟ ايش؟ لو ما حكيت بسم الله الشيطان باكل معك. انت عم بتذكرني احكي بسم الله؟ ما هو لو عم تاكل اشي محرز بقول لك ماشي، بس عم تاكل فاصوليا مش جاي عبالي اكل فاصوليا صراحة، احكي بسم الله. ليش شو مالها الفاصوليا يا نجس انت؟ مالها الفاصوليا؟ طعمك فكك، طعمك سيء ما بتتاكل، حر انا كيف؟ هي تحكيش مع الفاصوليا زي هيك. ماشي ماشي، انت احكي بسم الله وبتنتهي القصة هاي كلها، بس احكي. بالله لا تحكي، خليه ياكل فاصوليا غصب عنه ياكل. اذا انت مالك انت شو مشتبه انت؟ ايش بدك؟ اخر هذا اللي انت شاطر فيه، لما تاكل برجر وبيتزا تحكي بسم الله، بس لما تيجي تاكل فاصوليا بتلقلق بتنسى بتفرمت عقلك صح؟ انت قاعد بتعاتبني؟ هذا انت حمار جد؟ انسان مش منك من لونك الاحمر تقول كاتشب. كاتشب كيف حلو صح؟ اكون كاتشب ولا اكون فاصوليا؟ قلت لك تحكيش مع الفاصوليا زي هيك صح؟ شايفه؟ هتحكي بسم الله صح؟ أكيد. كل بسم الله يا زلمة. مين الشيطان أنا ولا أنت؟